الآن ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل أحد المغادرين من الفنادق بعد انتهاء فترة الحجر، ينضم إلينا السيد محمد سكجها. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. أولا الحمد لله على سلامتك، ولكن بداية الآن أنت تبدأ حجر منزلي يمتد أيضا 14 يوما أخرى، كيف بدت الساعات الأولى لك محمد بعد الوصول إلى المنزل؟ أول شيء عليكم السلام ورحمة الله بداية على شهداء الوطن اللي راحوا في الكورونا. في البداية طبعا من لحظة وصولي إلى المنزل أنا أخذت إجراءات جدا تحذيرية واعتراضية، أني في البداية دخلت مباشرة على تكرم الحمام، مباشرة أخذت شاور، مع العلم أنه أنا كنت ماخذ احتياطاتي من قبل، ومن قبل ما أطلع من الفندق كنت فعلا مرتب أموري وماخذ الجلوفز والكمامات مباشرة دون التواصل مع أي حد، مع العلم أنه أنا واصل مباشرة من رحلة ومن أسبوعين ما شفتهم، بس مباشرة باشرت على الحمام أخذت شاور وطلبت من الجميع أن يبتعد عني، سلمت عليهم من بعيد، سلمت ودارك دخلت على غرفتي وطلبت منهم انه اضلني انا جوا الحجر واتواصل معهم باقل الطرق على اساس انه برضه لو انه ما يعني اعتبرت ما انتهت الخطوه الاولى انه ما لسه في خطوه ثانيه لاجراءات الحجر والسلامه. طيب محمد، يعني الان من ضمن الاجراءات التي تقوم بها وزاره الصحه والمسؤولين وهي لضمان سلامه المواطنين بالدرجه الاولى، وقعتم على تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي، ولكن هناك لكل إنسان مسؤولية اجتماعية يحس فيها سواء لنفسه أو حتى بالمحيطين به. الآن من خلال هذا الالتزام وهذا التعهد والإجراءات والكتيب الذي تم توزيعه عليكم، رسالة لفترة قضيتها أنت امتدت لأربعة عشر يوما في الفندق، والآن ستضطر أيضا لقضاء 14 يوما أخرى في المنزل، فالرسالة للمواطنين للالتزام في مسألة الحجر. والله فعلا ليس قولا، انما كرمال الواحد امن عائلته وامن دولته وامن الناس اللي حواليه، كمان مش 14 يوم، كمان شهرين نقعد في البيت، لانه هاي بالاخر مصلحتنا احنا كلياتنا وهذا الواجب علينا احنا، فما في مشكله لو ضلينا قاعدين احنا. المشكله انه الواحد طبعا بحن للناس اللي حواليه لطبيعته، بس بالاخر هاي مصلحه عامه، احنا نحكي مش مصلحتي شخصيه، مصلحه دوله بحد ذاتها، فطبعا لازم اقل شيء الواحد يدير باله من التواصل مع الناس، حتى لو انه في بيته، لو انه عارف كل شيء، بس لو اضطر لا سمح الله انه يطلع لاي ظرف طارئ لازم يكون فعلا ماخذ اشد الاحترازات والتدبيرات اللي هي الكفوف كل شيء، ومباشره يرجع يقوم بالاجراءات اللي زي ما اتفقنا عليها وتعلمونا عليها اللي هي الغسيل بالصابون وبالهيجين والامور هاي كلياتها، فهذا شيء طبيعي يعني، فما في مشكله لو 14 يوم ثانيه، بس كرمال الواحد انه يكون نطلع من هالأزمة اللي احنا فيها. أشكرك على كل هذه التفاصيل ونتمنى لك السلامة دائما. كنت معنا أحد المغادرين من الفنادق بعد انتهاء فترة الحجز سيد محمد سكجها، شكرا لك سيد محمد.